طبعا اشتغلنا كثير بعيد والباخ وجربنا قطرنا الورد واخذنا الطاقه وجربنا شربنا وحسينا كيف عم بتغير بالنفسيه وبالامور هاي. وادوارد باخ شغله علاج بيعالج بالورد، حكينا برضه قبل هالمره بيعالج بالورد، لكن شو الاختلاف؟ هلا مثل ما مثلا MMS بيعالج مرض مش عارف شو، العشبه هاي بتعالج مرض، باخ بقول الورده بتعالج العاطفه. كل ورده بتعالج عاطفه معينه، عندك خوف تاخذ هاي الورده، عندك كره تاخذ هاي الورده، عندك حقد بتاخذ هاي الورده، صار يحس كل ورده شو الطاقه تاعتها ولما تاخذ شو بتعمل. واشتغلنا فيه وجربنا فيه، لكن من فتره صار معي تجربه وكان الوضع طبعا روعه، بس ايش صار معي شغله كانت كثير 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 صعبه، وقضيت يعني قعدت فتره هيك شي اسبوع كثير كنت متضايق كثير، يعني انه كثير كثير زعلان كثير داون كثير متضايق وما عارف شو اعمل. وطبعا انا عم بحاول انه بدي اشيل هالشيء، يعني حاولت بالنفس، حاولت انه اعمل مثلا انه مثلا اقوي هالطاقه، حاولت انه بالتحليل النفسي انه ادخل اشوف من وين اجى، طب حلها مو مشكله، بتتعلم منها، بتسامح، بتشيل كذا، حاولت بكل الطرق اني اشيل، بعدها موجوده، بعدني تعبانه كثير، بعدها كثير تعبانه. ففي يوم من الايام، واحد من الايام ولا شو صار، طالع برا والورده موجوده عادي، انا بعملها من فتره لفتره انه بروح بصير بقطف الورد وباكل الورده مثل ما هي، مثل ما ادوارد باخ كان يحطها بالميه، بس انا بحب اخذ الورده نفسها مثل ما هي باكلها. اوكي مسكت الورده حطيتها هيك، عملت هيك، اول ما عملت هيك الجسم عمل نفسيا شيء تغير في الجسم، فانا هيك صفنت مع حالي بقول يا الله، يعني معقول هالورده تغييرها، تغيير الطاقه للورده احسن من النفس واحسن من الشغل تبع الطاقه واحسن من التحليل النفسي واحسن من العقل واحسن من الهيبنوثيرابي واحسن مشكله، معقول كل هالشيء اللي عملته قضمت ورده واحده غيرت كل هالطاقه بلحظه؟ بلحظه شو هالعلم؟ ساعتها عن جد فهمت مزبوط شو كان شغل ادوارد باخ، هذا كان شغله، لانه لهالسبب قال انه يا جماعه انتبهوا الورد علاج للعاطفه، شو ما كانت مشكلتك العاطفيه الورد هو اللي بيعالجها، وفصل بكتابه كل ورده شو هالعلاج اللي عم بتعالجه. فمش معقول قد ايه مهم نركز عليه، تقريبا كل الورد البري فينا ناكله الا شغلات، يعني الاشي اللي بيكون لونه كثير قوي ومخلط الوان خصوصا احمر واسود ننتبه منه، والورود يلي بتطلع داخليه جوا البيت برضه ننتبه منها، غالبا بتكون ما بتتاكل، لكن الورود البريه اللي بتطلع بكميات وبالطبيعه غالبا كله بيتاكل، او مش بتاكل ممكن بيتقطر زي ما بعمل باخ الاكل احنا عندنا، يعني مش بصير نجرب الورد البري. اول شيء بنقطره بالميه، يعني مثلا بجيب اللافندر روزماري الشغلات هاي، طريقه عملها للي ما بيعرف، بجيب هيك زي صحن فيه ميه، صحن فيه ميه، ميه نظيفه طبعا، وبعدين بجيب الورده للي بده يقطرها مثل ما كان عم بيعمل باخ مثل ما هي هاي معموله للقطاره اللي موجوده معنا، بجيب هالصحن وبعبيه ميه نظيفه، وبعدين بروح الورده بتكون طالعه بعيدان خشب، ما بصير امسكها بايدي على اساس الطاقه تاخذها مثل ما هي، ما تدخل طاقتي مع الورده، يا الله، بسحبها بعيد خشب، بحط الورده على المي، على وجه المي، وبسحب ثاني وبحط على وجه المي، وبسحب ثالثه بحط على وجه المي، لحد ما اعبي وجه المي ورد، بعدين بمسك هالصحن وبحطه بالشمس. كل الوردة أو بس الورق؟ لا بس لا الوردة نفسها. الوردة. نفس الوردة. قصة بشيء. بسحبها بالخشب هي بتطلع، لما إيه؟ أعمل هيك بتطلع. إيه؟ مثل الياسمين مثل كذا بتطلع. فبحطها وهالصحن بحطه بالشمس وبتركه بالشمس. يعني ساعتين ثلاثة أربع ساعات. بعدين بجيب بطل بشيل هالورد برضه ممنوع أمسك بإيدي، بشيل هالورد بعيد عود خشب أو معلقة خشب وبعبي هالمية في قنينة إزازة وبصير أستعملها بالقطارة. يعني مثل هيك كل يوم الصبح كاسة مية بحط فيها كم من قطرة، مجرد ما شربت طاقة هالزهرة بتدخل، وطاقة هالزهرة مش مثل ما قلت مش هالمزحة انه طاقة زهرة وما بعرف، بحياته الواحد ما بحس قديش طاقة الزهرة كيف يعني للعاطفة كيف هي اقوى من اي شيء تاني. ومش من قليل ادوارد باخ لما كتب كتبه وكتب كتير كتب، وبعدين كل ما يكتب كتاب يرجع يكبه، كل ما يكتب كتاب يرجع يكبه، يقولوا له ليش هيك عم تعمل، انت عم تحط علم كتير مهم، بقول لي انه يلي عم بكتبه ما بيزبط الا اذا الاشخاص راحوا حسوا فيها، لازم الشخص نفسه يروح ياكل الزهره ويحس عاطفيا شو عملت، لانه اذا انت ما حسيت عاطفيا شو عملت الكتب هاي على الفاضي، لانه ممكن تتغير من شخص لشخص. الورده بتحسن العاطفه، بتقوي العاطفه، بتقوي بتشيل يعني اي بتحسن النفسيه، بتشيل كل المشاكل العاطفيه والامور هاي. فبس ما بحس فيها الا اذا انا كنت رحت جربت وهيك حسيت شو اللي صار فيه بنفس اللحظه، بنفس اللحظه اول ما تقدم بتحس فيها.